بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه يا كابتن فضل. دلوقتي منورنا. دلوقتي في رايين، رمضان صبحي مفيش حد بيختلف ان واحد من اهم لعيبه الكره المصريه، بس في رايين، في راي بيقول ان رمضان صبحي موهبه عظيمه بس لم يتم تطويرها، وفي راي تاني بيقول ان رمضان صبحي بالعكس السنه دي مسجل 7 اهداف، صانع 7 اهداف في اللقاءات اللي لعبها مع بيراميدز اللي هم 18 لقاء خاضهم حتى الان مع فريق بيراميدز. بتشوف او انت اقرب لاي من الرايين؟ بص، هو الاراء كلها بتبني على ايه؟ على موقف رمضان. ايوه، رمضان كان بيلعب في النادي الاهلي، وبالتالي هو كان لعيب كبير جدا ومشروع نجم كبير. انتقاله لبيراميدز كل معظم جماهير النادي زعلوا جدا، فابتديت ان انا ازعل على حاجه كانت هتبقى هويه النادي، هو كان هيبقى اصغر كابتن للنادي الاهلي. ايوه، وبالتالي الاراء هتبقى مختلفه من الناحيه الفنيه والعاطفيه. لو اتكلمنا عن الناحيه الفنيه فقط بدون الدخول في الناحيه العاطفيه، لعيب كويس جدا جدا، صغير، احترف، كان نفسي ان هو يكمل بره مصر، مش عشان بيراميدز او النادي او الاهلي، كان نفسي دايما اي لعيب، دايما مصطفى محمد، رمضان صبحي، اي لعيب صغير، ابراهيم كويس، زي ما احنا فرحانين دلوقتي بمرموش وتريزيجيه وصلاح طبعا ومصطفى محمد وكل لعيبتنا واحمد حجازي وطارق حامد وكل النجومنا اللي مشرفينا بره مصر. يعني ليه؟ ان انت اما بتحترف بره اول حاجه انت بتنجح على المستوى الشخصي، تاني حاجه ان ناديك بيعلى وبيتداول اسمه، منتخب مصر بتعلى، القيمه نفسها بتاعت مصر او منتخب مصر او الدوري المصري بتعلى، يعني الناس كلها لغايه دلوقتي تقول ايه؟ النني ومحمد صلاح المقاولين العرب الدوري المصري، على طول بتربط بالحاجات دي كلها. فمرموش بدا في دجله، فانت بتقول دجله وعمر مرموش ابتديت تتبع. انا دايما بحب اللعيب اللي يطلع بره ما يرجعش، الا لو في ظروف بقى صعبه جدا يعني. فرمضان هنمسك رمضان بدون الدخول في الناحيه العاطفيه، ناحيه فنيه. بالظبط. رمضان لعيب كويس جدا جدا، ولعيب صغير، و دخل في حته يعني بيراميدز، فزي ما جمال وتامر قالوا، هو بيراميدز عاوز ياخد بطوله وبيحاول يجيب احسن لعيبه، وعنده سكواد كويس جدا وعنده امكانيات ماليه كويسه، ما عندوش جماهير. لكن انت دلوقتي انت في سنين ما فيهاش جماهير، خلي بالك انت الدوري المصري لو رجع الجماهير هقول لك ما فيش جماهير، فانت المفروض المعادله ان دي احسن فتره في حياتك ان انت ممكن تاخد بطوله.